اشرقي يا شمس، إنا باشتياق للصباح. يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام، يوم جديد. في هذه الآية يحث ربنا عز وجل، يحث العباد على الدعاء وعلى كثرة الدعاء وعلى الإلحاح على الله عز وجل لما فيه من الفضل العظيم ومن المكانة العالية في ديننا. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل تكفل بالإجابة مباشرة ولم يجعلها حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فإني قريب، أجاب العباد مباشرة لما في الدعاء من منزلة عالية ومن تعلق بالله ومن قرب بالله عز وجل. فالدعاء له منزلة كبيرة في ديننا، فالدعاء عند ربنا لا يضيع. فالله عز وجل تكفل للذي يدعو من عباده المؤمنين بأن هذا الدعاء لا يضيع عنده، فهو إما أن يستجيب له مباشرة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، أو أن يدخر هذا الدعاء حسنات له يوم القيامة. فالدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، وهو من أكرم الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولهذا الذي يقصر في الدعاء ويضعف عن الدعاء هو عاجز، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالدعاء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحب العبد الملحاح. فالإنسان يكثر من الدعاء وينطرح بين يدي الله ويسأل الله عز وجل، وهو يعلم بإذن الله أن الله لا يضيع عنده الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله عز وجل تكفل بالإجابة. لذا يجب علينا أن نجتهد في الدعاء وأن نجتهد في الطلب والإلحاح على الله عز وجل. فالله كريم والله رحيم والله غفور، والله عز وجل لا يرد سائلا. فالإنسان يحرص على كثرة الدعاء وكثرة الإلحاح والطلب من الله عز وجل، فأنت تطلب المولى الكريم الذي لا تنفد خزائنه. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم في الدعاء، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد. أهلا وسهلا بكم من جديد بعد هذا الجولة الإخبارية. ودائما نتذكر سبحان الله تبسمك في وجه أخيك صدقة، وتحلو هذه الابتسامة عندما يهتم الإنسان بأسنانه وأيضا بلثته، ولذلك سيكون حديثنا عن كمال الابتسامة بسلامة اللثة مع الدكتور منار حلواني، وهو طبيب أسنان وأخصائي أمراض وجراحة اللثة. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور منار. أهلا بكم، ونحن سعداء بالتواصل معك. شكرا للاستضافة، خاصة أننا سنتحدث عن الابتسامة التي هي جزء من هذا الدين. تمام. أمراض وجراحة اللثة، يعني دعنا نعطي فكرة بسيطة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية طبعا تخصص أمراض اللثة هو من التخصصات القليلة المعروفة. لو جئنا نسأل شريحة من الناس ما هي التخصصات التي تعرفونها في طب الأسنان، معظم الناس سيذكر تقويم الأسنان، تجميل الأسنان، جراحة الفكين، لكن للأسف اختصاص اللثة سيغفل. اللثة تخصص مغاير تماما، هو تخصص نوعي ضمن تخصصات طب الأسنان. جميل. طبعا طب الأسنان مثل الطب البشري، هناك مجموعة من التخصصات فيه. طبيب اللثة يعتبر المايسترو أو الموجه للتخصصات الأخرى. لا يمكن عمل تقويم أسنان ولا تجميل أسنان ولا تركيب بدون لثة سليمة. من هنا تأتي أهمية الاختصاص.
الطبيب اللثة هو طبيب أسنان بداية، هو طبيب أسنان ثم يتخصص في بالضبط مثل التخصصات الأخرى. طيب الذي يذهب لتقويم أسنان أو يذهب لأشياء تتعلق بالأسنان، المفترض أن يكون الدكتور قبل أن يعمل له تقويم أسنان يحيله مثلا على طبيب أخصائي اللثة؟ طبعا هو أي طبيب سواء كان طبيب عام أو متخصص تقويم أو غيره عنده معلومات بسيطة عن موضوع اللثة، فبيعمل كشف مبدئي، ممكن يعمل صورة شعاعية، في حال لاحظ أي مظاهر التهابية يقف ويحول لطبيب اللثة. يعني هكذا تجري الأمور. ما أهمية سلامة اللثة؟ يعني إحنا ده غالبا نهتم، يمكن دائما اللي يخطر على بالنا اهتمام بالأسنان. تمام. هي اللثة تعتبر خط الدفاع الأول للجزء المخفي من الأسنان. جميل. هلا معظم الناس تهتم بالجزء الظاهر. نعم. الذي هو تيجان الأسنان فتعالج التسوس وغيره، لكن تخفي ثلثين السن مغروس داخل عظم الفك. اللثة هي الغطاء. طبعا اللثة هي عبارة عن مجموعة من أنسجة ندعوها الأنسجة ما حول الأسنان. هاي الأنسجة هي اللي تحمي أساس السن. جميل. فوجود التهاب أو إصابة في هذه النسج ستؤدي لفقدان السن حتى وهو سليم. من هنا تأتي الأهمية. فموضوع اللثة طبعا لو أخذنا شريحة من الناس، نسبة انتشار أمراض اللثة نسبة مخيفة، سبحان الله، تصل إلى 90% في بعض الدراسات. يعني لو جبنا 10 أشخاص من ضمنهم 8 أو 9 أشخاص لديهم إصابة لثوية وهم لا يعرفون. وهم لا يعرفون، بعضهم قد يشعر بأعراض بسيطة جدا وبعضهم قد لا يدري. جميل. متى يعني ما هي اللثة السليمة؟ متى الإنسان يعرف أن لثته سليمة؟ تمام. هناك مظاهر واضحة للثة السليمة. اللثة السليمة تتميز بلون وردي شاحب متمادية مع سطح السن، لا يوجد فيها تورم. مستوى اللثة عند عنق السن يعني ما يكون فيها انتفاخات أشياء. تماما تشعر بأن اللثة مستمرة مسايرة كطرف الجلد مع الأظفر. تماما. ما تحس أن فيها زيادة؟ لا تشعر بوجود انتفاخ في طرف اللثة، لا تنزف عند اللمس، لا يظهر منها رائحة كريهة أو إفرازات. يعني زي هذه الصورة الآن اللي أمامنا؟ لا، هذه تعتبر ابتسامة لثوية. لو رجعنا لصورة صورة قبلها. طيب شو هنا الصورة؟ الصورة رقم 4. الصورة اللي قبل أظن في إشكالية تقنية أظن ما طلعت معهم. الصورة التالية. الصورة طيب. تمام. متى يصاب الإنسان بأمراض اللثة؟ تمام. هلا أولا نتكلم عن الأسباب. جميل. ما المسبب لالتهابات اللثة؟ كأي التهاب البادئ فيه هو البكتيريا أو الجراثيم. الجراثيم طبعا الجراثيم متعايشه في الجسم، هناك زمر جرثوميه متعايشه بشكل طبيعي مع الجسم، وخصوصا الفم هو يمكن احد المداخل له. اكيد الفم يعتبر بيئه خطيره جدا، يعني احد الطرف او وهي حقيقه واقعه. يتساءل طبعا بعض الناس ما هي اخطر، عضه الانسان ام عضه الكلب؟ اكرمكم الله. فعضه الانسان اخطر لان عدد الجراثيم الموجوده في الفم تخيل اكثر، يكون مسعور اكثر من عزك الا الكلب المسعور طبعا. فهنا الواقع، فالجراثيم هاي موجوده في الفم بشكل طبيعي. اذا جاءت ظروف مناسبه لتكاثرها ستبدا بالتسبب بالالتهاب اللثوي. يبدا الالتهاب من سطح اللثه في الحالات البسيطه، ممكن يتقدم الى حالات متوسطه، يدخل في عمق اللثه، عندما يصل الى العظم هاي الحالات المتقدمه تعتبر. في هذه الحاله يتشكل شيء نسميه الجيوب اللثويه. تنفصل اللثه عن سطح السن ويبدأ الالتهاب في الداخل، يمتص العظم المثبت للسن، كأنه ينخره. تماما مثل النخر الذي يصيب السن يصيب العظم، ويبدأ السن في هذه الحالة بالحركة. هاي المشكلة في الحالات المتقدمة. أكبر سبب لفقد الأسنان عند الإنسان هو الإصابات اللثوية المتقدمة أو ما حول السن. لا، أنه هي السوسة، أظن هي قضية مخفية أكثر. بالضبط، هاي مشكلتها عدم ظهور الأعراض في معظم الحالات. فنحن تكلمنا عن اللثة السليمة، نتكلم عن اللثة الملتهبة. أعراض الالتهاب قد تظهر وقد لا تظهر. إذا ظهرت عند الشخص قد طبعا تبدأ بنزيف لثوي حاد، آلام في اللثة، تراجع اللثة عن مستواها، ظهور اللثة بشكل متضخم، ظهور صديد أو رائحة كريهة من أطراف اللثة، حركة الأسنان، فراغات حديثة، يعني الشخص يعرف أسنانه مصفوفة بشكل جيد، بعد فترة تبدأ الأسنان بالتباعد. فهي طبعا مؤشرات لإصابة لثوية. في أعراض ظاهرة وفي أعراض مخفية، بمعنى هل يمكن أن يكون هناك التهاب في اللثة لكنه غير نعم. ظاهر؟ نعم، هي اللي أشرنا إليها مسبقا. مثلا مريض ذهب لطبيب تقويم الأسنان يريد عمل تقويم. أول خطوة يعملها الطبيب عمل أشعة للأسنان. صحيح. في الأشعة قد تظهر علامات شعاعية من تراجع عظم الفك وتآكله لا يشعر بها الشخص بدون أي أعراض سابقة. طب كيف ممكن الإنسان أن يكون دائما على بصيرة أو قد يعني يتدارك هذه الأشياء؟ طبعا بداية الوقاية خير من العلاج. لا شك أن العناية الفموية الصارمة، اتباع التعليمات الفموية، زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، بتعملنا وقاية من هذه الأمور.
الكشف الدوري كل مثلا 6 أشهر يعمل كشف عن طبيب أسنان، يراقب العلامات الطبيعية أو المرضية للثة، فينبه المريض لوجود التهاب كامن أو التهاب حاد في اللثة، وبالتالي يحيله للأخصائي. جميل، هذه ليش جبتها لنا اليوم؟ طبعا نحن بدنا نحكي عن تعليمات العناية الفموية وشرح في بعض الأشياء، في جوانب وقائية ممكن الواحد لو اتبعها غالبا نعم يكون نعم العناية الفموية. أنا حابب لو نرجع بس لموضوع الابتسامة اللثوية لأنه شيء جدا مزعج. لو رجعنا للصور بس إلى طيب الصور يا إخوان، إذا في شيء جاهز منها تعرضونه. إذا الصورة رقم 3 ودائما الجانب التقني يغدر بنا فيه في اللحظات ما في مشكلة. طبعا إذا جاهز الصورة أعطونا. في أمرين دائما يراجع المريض، قد يبحث بشكل عفوي عن طبيب لثة ويعلم بوجود الاختصاص عندها. أول شيء هو ما نسميه الابتسامة اللثوية. تماما الابتسامة اللثوية طبعا يراجع الشخص بأن أنا غير سعيد بابتسامتي، أسناني بيضاء مرصوفة بشكل جيد، لكن عندما أبتسم تظهر اللثة بشكل بشع. هذا ما ندعوه بالابتسامة اللثوية. طبعا يعني هذا الآن شيء مرضي ولا خلقة؟ في منه نوع مرضي مثل الحالة اللي شايفينها نحن، وفي منه نوع خلقي. مستوى اللثة قد تكون الشفة قصيرة فتظهر اللثة بشكل واضح، أو أن مستوى اللثة نزل عن المستوى الطبيعي فأصبحت ظاهرة. الجانب المرضي ممكن يعالج. طب والجانب الخلقي؟ حتى الجانب الخلقي له إجراءاته. ممكن بتقويم الأسنان نرفع مستوى الأسنان واللثة، ممكن بإجراءات لثوية برفع مستوى اللثة بتقنيات جراحية أو بالليزر نعيد اللثة لمستوى صحيح وبعدين نعدل مستوى الأسنان. يعني ما في شيء، يعني أنا أذكر أحد الأصدقاء زي كذا اللثة عنده متقدمة، فقال له أحد الأطباء أنه لا التقويم ما يصلح لك. نعم. في هذه الحالة وأنت ابتسامتك جيدة وأحسن. يعني هل في حالات معينة بمعنى أرضى بما قسم الله لك أحسن؟ لا شك، هو الواحد سبحان الله بده يرجع للرضا أولا وأخيرا، بس إذا كان في إجراءات ممكنة يتداخل يعني جانب التحسن. نعم. إذا في صورة إخوان برضو عرض لنا. لو نرجع للصورة رقم 8. رقم 8 يا أخوان. نعم. صورة رقم 8. هذا الشيء الآخر اللي تتكلم عنه. كثير من المرضى يتصلون أو يسألون عن موضوع أنه ظهر لون في اللثة غريب، لون اللثة داكن أسمر، أو ظهرت بقع بنية. وردية. الشيء الطبيعي في معظم الناس هو اللون الوردي الشاحب اللي تكلمنا عنه مسبقا. هلا في بعض الحالات يظهر الصباغ داخل اللثة هو صباغ طبيعي، صباغ الميلانين أو القتامين، هو اللي يعطي الجلد أو البشرة السمراء اللون الأسمر. فهذا قد يظهر عند بعض الناس خاصة أصحاب البشرة السمراء بشكل طبيعي ويتركز بشكل واضح داخل اللثة، كثير من الناس يسألوا عنه. طبعا هذا الصباغ بما أنه طبيعي فهو لا يحتاج علاج إلا إذا كان سبب مشكلة نفسية عند الشخص، أحب مثلا أنه ترجع اللثة للون الأعم الطبيعي، فممكن إزالته بطرق جراحية أو بالليزر. يعني أسأل دكتور أيضا قبل ما تعرض للصورة، قبل ما تعرض، هل جانب التدخين أو الكحول أو الشيشة تؤثر على اللثة كما تؤثر على الأسنان؟ طبعا من جانبين، أول شيء إضعاف مناعة اللثة والفم بشكل عام، وبالتالي يعني الالتهابات اللثوية عند المدخن التهابات خفية. تخيل أنه يعني تلتهب اللثة أنت قلت. بالضبط تلتهب اللثة التهاب حاد بدون نزيف. التدخين بيكبت مناعة اللثة، يقلل الدوران الدموي في اللثة. سبحان الله المركبات الموجودة داخل التبغ أيضا تضعف الكريات البيضاء ومناعة الشخص، وبالتالي تعرضه للإصابة. الأمر الثاني اللي تكلمنا عنه الآن، المدخن دائما تلاحظ لثته داكنة. صحيح. تزيد الصباغ الغتامين الداخلي داخل اللثة. صحيح. وبالتالي تبقى عنده المشكلة متطورة. تصير مزمنة المشكلة. طيب. نعم. يوم جديد. عودة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم يوم جديد. ضيفنا في قهوة الصباح هو الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية الأستاذ إحسان ابن صالح. طيب باسمكم جميعا نرحب به، حياك الله أستاذ إحسان. أهلا وسهلا، شرفت نورت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة والسيدات المشاهدين لهذه القناة الجميلة التي ولدت عصرية وبروح العصر تخاطب المسلمون وتخاطب غير المسلمين أيضا في مختلف أصقاع الأرض والمعمورة. الله يكرمك، يا مرحبا بك. احنا أول شيء متشرفين في حضورك في هذه الدقائق وفرصة أن نتعرف على الجهود المباركة التي تقدمها هيئة الإغاثة الإسلامية، أيضا يتعرف المشاهد عن الهيئة. خلينا أبدأ معك من هذا الجانب، جانب التعرف على الهيئة. خلينا نعود إلى الوراء ولمحة تاريخية عن
بداية هيئة الإغاثة الإسلامية، ما الاحتياج الذي دعا لإقامة مثل هذه الهيئة؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. أولا يعني استشعر قادة الأمة الإسلامية ومفكريها ضرورة قيام منظمة عالمية تسعى إلى يعني على تلبية احتياجات العالم الإسلامي، وفي ذلك الوقت كانت كان المجلس التأسيسي المبارك لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398 هجرية، استشعر أهمية قيام هيئة عالمية تعنى بشؤون المسلمين في مختلف أصقاع الأرض، وتعنى أيضا بالكوارث والنكبات، وأيضا لإشاعة والتدخل في مناطق الكوارث والنكبات. فصدرت الموافقة، يعني صدر قرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398 هجرية، وأتبع أيضا موافقة سامية على ما صدر بقرار هذا المجلس التأسيسي بإنشاء هيئة الإغاثة الإسلامية منبثقة من رابطة العالم الإسلامي في البلد المبارك مكة المكرمة، من المملكة مملكة الإنسانية، مملكة التي جميعا نتشرف بحمل تبعيتها ولواءها. ونشأت هذه الهيئة تلبية لعدة حاجات. أول حاجة أنه يعني لا يخفى الجميع أنه لا يمكن لأي منظمة أن تنشأ تلبي كل احتياجات النازحين طبعاً. والمتضررين. فأنشأت هذه الإغاثة وهيئة الإغاثة نتيجة لكثرة النزاعات والحروب إلا كانت يعني سائدة، وإلا الآن نحن بنعيشها وبنتلظى من شقوتها وتخلف من وراها كثير من المآسي ومن المشاكل. وأيضا زيادة أعداد اللاجئين في تلك الفترة، كانت التقارير الصادرة من المفوضيات الخاصة باللاجئين تشير إلى أن هناك كان أكثر من 51 مليون لاجئ في ذلك الوقت، وأيضا في أكثر من 80% من هؤلاء، مجموع هؤلاء اللاجئون هم عبارة عن مسلمون، وأيضا في بلدان إسلامية، وذلك وفق يعني تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن أنه هذه الزيادة كانت كبيرة للغاية. أيضا لعل من أهم الأسباب لقيام هذه الهيئة المباركة انخفاض المستوى الاحترافي في العمل الخيري المؤسساتي في تلك الفترة بالذات، وأيضا الإمكانيات المادية والبشرية المتواضعة عند المنظمات اللي كانت قائمة، وأيضا المنظمات اللي ترتبط بالأمم المتحدة، وهذا مما يعني لا شك فيه أدى إلى قيام هذا العمل وهذه الهيئة لتقوم بسد حاجة من الحاجات التي كانت ملحة، وتسعى إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في ميادين العمل الخيري. فالتقت بذلك مصالح الجهات المختلفة والشراكات من مختلف المنظمات الإنسانية مع الحاجة إلى يعني دعت إليها قيام هذه المنظمة من هذا البلد الطيب عبر شراكات في العمل، وأيضا حرص المنظمات الأممية على دخول هذه الهيئة في ضمن منظومة العمل الخيري العالمي الإسلامي. ورغم أنه الهيئة هذه لم يعني مضى على من عمرها تقريبا حوالي أكثر من 35 سنة، وفي أعمار المنظمات الدولية تعتبر يعني من المنظمات الوسيطة، إلا أنها استطاعت أن تحقق بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر السنوات المتعددة، وأيضا المباركة الكريمة
من قادة العمل الخيري في هذا البلد. جميل. جهود يعني الهيئة هيئة الإغاثة الإسلامية يعني المعروف عنها كما ذكرت أنه جهود احترافية بعمل مؤسسي واضح، مشاريع قدمت ولا زالت تقدم. من خلال هذه المشاريع والجهود التي تبذل من جانب الهيئة، ما هو الهدف الأساسي الذي تسعى من وراء الهيئة لتحقيقه من خلال هذه المشاريع؟ أولا يعني هذا يحدوني إلى الرجوع إلى تحديد الأهداف الرئيسية اللي وردت في النظام الأساسي لهذه الهيئة، ولعل أهم هذه الأهداف هي أول حاجة حدد النظام الأساسي للهيئة الأهداف العامة التي تسعى لتحقيقها، وهي التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والحروب والجفاف والمجاعات، وتحسين ظروفهم المعيشية والأسرية والاجتماعية الصحية. اثنين، إشاعة مفهوم الإنفاق الإنتاجي لدى المجتمعات المنكوبة، بحيث أن نعمل على تحقيق الاستدامة في عملية تنمية هذه المجتمعات، وتعزيز التعاون في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات الفقيرة ثقافيا واجتماعيا وتعليميا. يعني هناك يكون استمرار بعد النهوض. نعم. بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقف الإسلامي، وثقافة الوقف الإسلامي ثقافة مهمة جدا، وخاصة أن الوقف الإسلامي حافظ على كيانات المجتمعات الإسلامية عبر العصور، وهو يعد أحد أهم موارد العمل الخيري. بالإضافة إلى أنه من ضمن الأهداف العناية بذوي الاحتياجات الخاصة. جميل. وتأصيل روح التطوع والاعتماد على الذات في المجتمعات المسلمة وغيرها، ودعم وتأييد ومناصرة الحملات والمناشط التوعوية. ولعلي أشير إلى أن وضعت الهيئة خطة استراتيجية بعيدة المدى، واعتمدت من مجلس الإدارة والجمعية العمومية في اجتماعها الأخير، وتضمنت يعني الأهداف بعيدة المدى التي تخدم الرؤية الإنسانية والرسالة اللي هي خاصة بهذه الهيئة. ولعلي إذا أردت أن أوضح بشكل تفصيلي، طبعا أنا بس أستأذنك أنه كان معنا على الشاشة الآن ولا زالت يعني بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة معروض، وأيضا ونحن نتحدث في الحديث. طيب إذا كان في جانب الأهداف بشكل سريع فقط، لأنه عندي بعض المحاور. أي أول حاجة أن نكون يعني مع ضمن الأهداف اللي وضعت في هذه الخطة أن نكون ضمن أول 3 منظمات تقدم الإغاثة إلى مناطق الكوارث. الحاجة الثانية أن نصبح بيت خبرة في مجال العمل الخيري احترافي. الثلاثة، الوصول بالقوة البشرية في الهيئة إلى المستويات الاحترافية والمهنية في تقديم هذه الخدمات المتنوعة. وأيضا الهدف الرابع أن نطبق المعايير والجودة العالمية الخاصة بالجودة. وأيضا تحقيق الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات والأفراد في مجالات عملها، وأن نصبح ضمن أفضل 10 هيئات معتمدة عالميا في إعداد وتنفيذ برامج الإعمار والتنمية. أيضا تحقيق التمويل الذاتي لجميع المشروعات، وفي هذا الصدد قطعت الهيئة شوط كبير وتبنت إيجاد مصادر دخل ثابتة لها عبر الأوقاف التي أنشأتها في مكة المكرمة. بالإضافة إلى جعل الإعلام أحد الركائز الأساسية من ضمن أعمالها، خاصة وأن نحن نعيش في عصر ثورة المعلومات وفي عصر الإعلام الذي أصبح طاغيا ويوجه سلوك كثير من المنظمات وسلوك كثير من الشعوب، وأيضا الكل يعني له تأثير قوي، خاصة أن هذه الشاشة الصغيرة وأيضا وسائل الاتصالات التواصل الاجتماعي أصبحت تدخل بدون استئذان، ويفتح وتفتح قنوات التواصل من الصغير والكبير كلا في أي مكان من الأمكن اللي هو موجود فيها. نعم. يوم جديد انشر البشرى بفجر. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، والآن حقيقة معنا فقرة ممتعة و فقرة أيضا تحمل شيء من البركة، لأن عبق هذه الفقرة هو من أعظم بقعة مقدسة من مكة المكرمة، وهناك مشروع حمل على عاتقه السعي حقيقة في خدمة أهل مكة وخدمة من يفد إلى مكة، متمثلا في مشروع تعظيم البلد الحرام، مشروع ضخم وكبير. لكن اليوم سنخصص الحديث عن جزئية معينة في أحد برامج هذا المشروع. سيكون معنا المهندس مشعل عبده مدير تقنية المعلومات في برنامج شباب مكة في خدمتك، دعوني باسمكم جميعا ارحب بك. اهلا وسهلا بك مهندس مشعل. حياك الله. يا اهلا وسهلا استاذ، حياك الله. انا قلت مشروع كبير، وشباب مكة ايضا هو مشروع كبير في يعني داخل هذا المشروع، ومشاريعه كثيرة شباب مكة وفروعه كثيرة، لكن
بماذا يريد المهندس مشعل أن يبدأ به الحديث عن برنامج طوفني هذا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. برنامج طوفني، يعني ممكن الاسم هذا يشير إلى الطواف وما يتعلق بالمسجد الحرام. طوفني هو عبارة عن نظام التشغيل الميداني لنشاط خدمة الطائفين، وهو أحد الأنشطة التي يقدمها برنامج شباب مكة في خدمتك، من ضمن جملة أنشطة يقدمها البرنامج. طيب، دعني أتوقف عند خدمة الطائفين، هذا الشيء يعني ما دام هو متعلق بها لازم نعرف الخدمة. جميل، صحيح. نشاط خدمة الطائفين هو عبارة عن تقديم خدمة الطواف أو السعي بالعربات مجانا للعجزة وكبار السن والمحتاجين في الحرم المكي الشريف. يقدم هذه الخدمة مجموعة من شباب مكة، مجموعة من المتطوعين، مجانا للعجزة وكبار السن. مجانا تقدم هذه الخدمة؟ نعم، تقدم مجانا طوافا وسعيا على مدار العام، مش في رمضان والحج، لا، مستمرة طوال العام في جميع أوقات اليوم، 24 ساعة طول اليوم، من خلال مجموعة من الشباب المؤهلين والحاصلين على مجموعة من الدورات في هذا المجال وفي المجالات التطوعية، وبيقدموا الخدمة هذه لوجه الله سبحانه وتعالى وخدمة اللي كويس. أنت قلت مؤهلين، يعني هم غير الشباب الآخرين موجودين أحيانا نراهم حول الحرم، إيش تقصد بالتأهيل هنا؟ طبعا العاملين في مجال عربات يعني مجموعة كبيرة، طبعا يعمل في خدمة العربات برنامج شباب مكة. أعداد معينة حاضرة في ذهنك؟ طبعا هذا السؤال احنا ما ترتبناه، لكن التقريبي مثلا لا أعرف، هي مجموعة كبيرة من الأعداد يعني، وأكثر من فئة يعني، عندك مثلا شباب مكة اللي هم العاملين عندنا، في عندك العاملين من ضمن الرئاسة العامة، الرئاسة العامة طبعا وهي يعني فرصة أنه يعني نشيد بجهودهم، جزاهم الله خير، هم أصحاب المكان وأصحاب السلطة المكان، فهم لهم يعني جهود ملموسة في التعاون وفي تدليل العقبات فيما يتعلق في تشغيل النشاط. طبعا هذه يعني جزاك الله خير، وهي لفتة مهمة أنه نبه أنه الشيخ سديس متمثل في معالي الشيخ عبد الرحمن سديس، أنه يعني جزاه الله خير هو حاضنة لكل من يريد أن يخدم هذا البيت الحرام ويسعى في راحة حجاج بيت الله، يعني من ضمن سياسة الدولة، فجزاء الله خير، وأيضا مرحب بكم أنتم كشباب مكة وراعي لهذه البرامج. نعم، جميل. كيف يؤهلون الشباب عندكم في خدمة الطائفين؟ يعني بس تعالوا دفع عربية؟ لا، طبعا التوظيف يمر بمراحل متعددة، وطبعا في أقسام خاصة بالتوظيف والتدريب، طبعا يخضعون لدورات تدريبية متعددة في كذا جانب، من الجوانب الفنية في طبيعة العمل نفسه، الجوانب التثقيفية، في جوانب التعظيم، في جوانب طبيعة الخدمة نفسها، في صفة الحج أو صفة الحج والعمرة. طبعا هنا أقل شيء معلومات معينة، معلومات معينة، لأنه هو حيخدم المعتمر فيحتاج أنه يكون عارف صفة العمرة بأركانها وواجباتها، فيخضعون لهذه الدورات فهم مؤهلين وحتى يكونوا في هذا العمل. كيف ترى أصداء الناس مع خدمة الطائفين؟ أنا لن أتي إلى موضوع طوفني إلا بعد شوي. كيف ترى أصداء الناس لهذه القضية؟ طبعا لا يخفى عليكم يعني، كل من استفاد من هذه الخدمة وكانت لنا الشرف بخدمته بيثني ثناء عطرا، ولك يعني أن تتخيل يعني لما يكون الحاج تعبان وكبير في السن ولا يستطيع الطواف أو السعي، فبيجي الشباب بيقدموا له الطواف والسعي مجانا يعني على العربة، وهو في يعني في راحة، وتخيل لما يرفع يده ويدعي للشباب ويدعي له مكة ويدعي لكل القائمين على هذا العمل، هذه الحالة بحد ذاتها يعني كافية وعن أي شيء في سبيل الله. جميل. المشروع أظن يوظف بالشباب بالآلاف في رمضان وفي الحج. نعم، هو التوظيف فيه مستمر طول العام، وفي رمضان الحج طبعا طبيعة الموسم يضطر إلى زيادة الأعداد تصل إلى الآلاف في مختلف الأنشطة. جيد، أنا بأتي للمبدع المهندس مشعل عبده، وأنا أعرف أنك ماسك التقنية من زمان في شباب مكة ولست بجديد عليها، سأل الله أن يبارك فيك وأن الله سخر هالتقنية والعقل الحقيقة الوقاد عندك إلى أن تستخدم في قضية التقنية. نظام طوفني هذا، أولا ما الحاجة التي دعت إلى التفكير في عمل نظام معين مثل هذا النظام؟ طيب، مثل ما شفنا يعني طبيعة النظام أو طبيعة عمل النشاط خدمة الطائفين، في عناصر كثيرة، في شباب عاملين، في عربات تدخل في الموضوع، فيه المستفيدين من الخدمة، في حاجة إلى يعني عمل مثل هذا اللي في الموسم أوقات الزحام وطول العام يحتاج إلى تقارير، يحتاج إلى أعداد ممكن من خلالها يبني عليه خططه للأعوام اللي بعدها، فعندنا عناصر متعددة في الموضوع هذا. من خلال سيرة عمل النشاط من أكثر من 6، 7، أو 8 سنوات، مر النشاط بمراحل متعدده، بدا من يعني اجراءات اللي يعني ممكن نقول يعني ورقيه وفيها نوع من الشغل اليدوي اللي ممكن الانسان يعني يحاول يسجل فيها ويقيد فيها الامور هذه، وهي عبء بحد ذاته، بحد ذاته عبء، وتحتاج يعني الى عمل فوق طبيعه العمل اللي هو بنفسه بحد ذاته. فكانت الفكره في يعني قدر المستطاع محاوله اتمته هذا الموضوع بما يعني يزيح هذا العبء، وفوق هذا ايضا يضيف بعض الامكانيات التي ما كان من الممكن انها تتم بالعمل السابق،
وبالإضافة أيضا إلى الحصول على السهولة في الموضوع والسلاسة في الحركة. يعني تعرف الحرم حيكون مزدحم جدا ويحتاج إلى نوع معين من الأتمتة في الموضوع هذا. فتقريبا هذه كانت انطلاقة برنامج طوفني في سبيل خدمة وتشغيل هذا النشاط. يعني نحاول قدر الإمكان أنه يكون في أحسن صورة. جميل. وهذه هي الحاجة التي دفعتكم من هذا. يعني كيف يعمل هذا النظام؟ آلية عمله؟ طبعا هو النظام يعني بيستخدمه العاملين طبعا مثل ما ذكرنا العاملين في شباب مكة والإداريين في النشاط. الفكرة تقوم على تسجيل الحالات اللي بيقدمها أو بيقدمها شباب مكة العاملين في شباب مكة، بتسجيل الحالات هذه كلها وتسجيل كل ما يتعلق فيها من بيانات حتى يمكن ضبط العملية والحصول على تقارير أكثر. تبدأ يعني الحالة يعني أو تبدأ العملية مباشرة بأنه حالة أو مستفيد معين أو حاجة أو معتمر بيطلب الخدمة، فبالتالي يتم تسجيل بياناته والحصول على مجموعة من البيانات الغرض منها إحصائي يعني في الدرجة الأولى. بعد كذا النظام بشكل آلي بيتم توزيع الأعضاء العاملين بحيث أنه يكون فيه ترتيب في الأعضاء المقدمين الخدمة. بعد كذا بيتم ربط الحالة وتسجيلها في النظام مع الشاب المقدم الخدمة والعضو المستفيد والعربة، العربات مزودة بترميز أرقام باركود بحيث أنه تكون مسجلة العربة فيها نوع من ضبط العربيات، بتسجل في الجهاز وتسجل وقت دخولها وخروجها وبينطلق الشاب مثلا في الخدمة، فبيكون عندك كل هذا الشيء مربوطة تقنيا، كلها مربوطة تقنيا. المشرف على النشاط الآن بإمكانه من خلال شاشة واحدة شاشة الكمبيوتر أنه مطلع إيش طبيعة الميدان، إيش حركة الميدان في حركة العربيات، إيش يعني كم عرب الآن مثلا في الطواف، كم عرب الطواف، كم اللي عنده في الشباب العاملين، كم الحالات اللي منتظرة، فبالتالي يقدر يتخذ قرارات بناء على طبيعة العمل، حجم الازدحام، إذا كان يتطلب مثلا تدخل معين بشكل أو بآخر ممكن أنه يتخذ قرارات بناء على هذه المعلومات. فكل هذه المعلومات تسجل من خلال هذا النظام. هل النظام مربوط بمركز عندكم في، نعم، في شباب مكة؟ نعم، في مقر الرئيس. في مقر الرئيسي لمشروع تعليم الحرم جميع البنات هذه كلها بيتم مزامنتها وإرسالها إلى المركز الرئيسي آنيا في نفس الوقت. نعم، آنيا في نفس الوقت، لكن الحاجة الأكثر للبنات هذه هي في الميدان نفسه. نعم. ممكن الحاجة للبيانات التراكمية هذه في سبيل إنشاء الخطط، مثلا ممكن أسحب التقارير عن السنة الماضية وممكن أبني عليها خطط للسنة الجاية من خلال طبيعة العمل وحجم الازدحام والأوقات والجنسيات والفئات المستفيدين، الرجال النساء، كل هذه الأمور ممكن استخلاصها من النظام. هل أيضا النظام يتيح تدوين بعض الملاحظات، بعض العراقيل، بعض المشاكل يتيح هذا؟ ممكن في حالة في وضعه الحالي ممكن تسجل الملاحظات، لكن برضو يعني زي ما قلنا النظام هو مطور من قسم تقنية المعلومات، فهو خاضع بشكل كامل للتحديث والتطوير. التحديث والتطوير، وممكن أي حاجة تطرى على الميدان إنه تعكس يعني في أقرب فرصة على النظام. زي ما قلت هو مملوك يعني لشباب مكة لقسم تقنية المعلومات، فممكن يعني أي حاجة ممكن تضاف على البرنامج إذا كانت تخدم العمل وتسهل العمل. أخذ آراء النفس من تقدم لهم الخدمة، هل يكون هناك نوع من التواصل معهم مثلا في تسجيل البيانات؟ جميل. طبعا هذا في مرحلة الحالية، طبعا في خطة طويلة للبرنامج وفي تحديثات وفي أفكار ما زالت موجودة على قيد التنفيذ. يعني ممكن هو حاليا واقف على العاملين في النشاط نفسه، فيه خطط كثيرة وأفكار كثيرة بحيث أنه يكون يعني يتجاوز هذا الحد إلى أنه يكون مرتبط مع المستفيد من الخدمة زي ما ذكرت أنت فيها. وأنا مو بس ذكرت، أنا أتمنى حتى من يشاهدنا الآن يشاهد هذه الحلقة أنه أيضا يكون إذا اتضحت له الصورة أن يشارك في دعم، لأن هي خدمة لحجاج بيت الله الحرام. ممكن فعلا، لأنه بعض الأحيان بعض النقاط ما تبان مثلا إلا من المستفيد للخدمة، ممكن في أشياء ما تبان لنا كعاملين أو مطورين البرنامج، في أشياء ممكن تبان من خلال المستفيدين. فبالعكس هذه كلها الآراء مرحب فيها ومحل يعني اهتمام وقابلة للتطبيق بإذن الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله الرئاسة داعمة لكم، الرئاسة عنصر أساسي في الموضوع زي ما ذكرت لك. النشاط هو في المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني ما شاء الله تبارك الله الرئاسة العامة كفيلة بكل جوانب المسجد الحرام وتقدم الدعم في جميع الجوانب لكل من يساهم ويساند في خدمة ضيوف الرحمن. معالي الشيخ السديس أظن مرحب حتى بالأشياء هذه التقنية التي يعني مرحب جدا، وبالعكس كانت في أفكار كثيرة ويمكن تم مناقشتها في مكتب معاليه في مقر الرئاسة العامة وحظيت بدعمه ومساندته. تشير هذا النظام تبشرون الناس به في أيضا في شباب مكة في لخدمتك وفي خدمة؟ طبعا برنامج شباب مكة يقدم العديد من المناشط، هذا كان نشاط خدمة الطائفين، على غرار هذا النشاط في أنشطة أخرى، في نشاط إرشاد التائه، وممكن هو أيضا يحظى بنظام مماثل اسمه أرشدني خاص بتشغيل إرشاد التائه. إيش هو؟ فكرة بسيطة سريعة عنه. إرشاد التائه ممكن الاسم يعني واضح نوعا ما، هو عبارة عن مساعدة الحجاج التائهين أو
الأطفال الضائعين في المسجد الحرام أو المنطقة المركزية من خلال مساعدتهم أو إيصالهم إلى ذويهم أو أهلهم أو إلى مقار سكنهم، أيضا بالتعاون مع عدة جهات شريكة سواء من الرئاسة العامة أو لقوة أمن الحرم. جميع العاملين في مسجد الحرام يعني بدون متعاونين معهم في هذا التعاونين جميع في نظام برضو اصلا لتقديم يعني الكل يبذل كل جهده لتقديم خدمه للضيوف. حلو، في نظام ايضا نفس النظام حق طوفني نفس الفكره اللي هو يعمل على التشغيل الميداني للنظام من خلال ضبط حالات تسجيل قاعده بيانات في قاعده بيانات الفنادق في المنطقه المركزيه. طبعا النظام كبير ومتعدد ويشرف عليها زميلنا المهندس تركي الصبياني، هو متاح ايضا للعامه من خلال استخدام محرك البحث للبحث عن الفنادق في المنطقه المركزيه. مهندس مشعل، اي اضافه سريعه تريد ان تضيفها في ختام هذا اللقاء؟ الشكر الجزيل اولا واخيرا لكل من ساعد وساهم وساند في انجاح جميع هذه الاعمال. الشكر ايضا موصول لكم على دعمكم المتواصل بابراز هذه النشاط، ومثل ما ذكرنا أول الآراء والاقتراحات والأفكار جميعها مرحب فيها ومحل اهتمام، والكل جميعا يعني يرغب. لكم موقع أنتم شباب مكة في خدمتك بحيث أي أحد يريد أن يتواصل؟ نعم، موجود مواقع التواصل الاجتماعي وموجود الموقع الرسمي شبابمكة.com أو مواقع التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك أو تويتر، كلها شباب مكة. شكرا لك مهندس مشعل عبد المشرف على مركز تقني أو مركز تقنية المعلومات في شباب مكة لخدمتك في مشروع تعظيم البلد الحرام. شكرا لك. يوم جديد بعد. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، كامل الصورة برنامج يوتيوبي يقدمه الأستاذ أحمد السيد معنا هنا في الاستوديو. حياك الله أستاذ أحمد. الله يعطيك العافية أستاذ أحمد. خلينا أول شيء كذا ناخذ مقطع. طيب شوف مقطع من كامل الصورة ثم نعود للحديث مع ضيفنا. يوم جديد. القاعدة الأولى: أحكم الأصول قبل التعلق بالإشكالية. كثير من النقاشات ألاحظ أن الشاب ما عنده أصل أو بنيان في القضية اللي بيتكلم عنها، هو عنده مجموعة من الإشكالات متكونة في ذهنه تجاه القضية اللي بيتكلم عنها. طيب أنت هل عندك أصل في هذا الباب تقدر تحاكم أو ترجع له الإشكالات بحيث تستطيع الإجابة عنها؟ ما يوجد. يعني مثلا علم الحديث، يجيك شاب يقول لك يا أخي في رجل في من رجال رواة البخاري مدري يخطئ في القرآن أو مدري إيش عنده إشكالية، والله في حديث من أحاديث السنة أو من أحاديث صحيح مسلم ما أظن إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام. هي مجموعة من الإشكاليات. طيب أنت هل تعرف علم الحديث من الداخل؟ هل سبق أنك قرأت لأحد علماء الحديث يعني تصوير حقيقي لعلم الحديث، تاريخ علم الحديث، مراحل علم الحديث، آلية عمل المحدثين في هذا العلم؟ أنا متأكد أنه كثير جدا من الشباب ما سبق أنه تعرض لمثل هذه المعلومة. هل من الصواب أنه تكون معرفتك عن علم الحديث من خلال الإشكاليات؟ هذا كلام أبدا غير منطقي. يوم جديد أنشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. اهلا بكم في فقره كامل الصوره. هذه الحلقه كانت بعنوان ايش استاذ احمد؟ الشباب ونقد المسلمات الشرعيه. جميل. هالحلقه لما نزلت كان في صدى لها حتى من المشايخ ما شاء الله، رتوة لك الفكره هذه، ليش بالذات يعني هذه الحلقه كان لها؟ لا ما كان تخصصيه يعني ولا لا؟ التفاعل من بدايه الحلقات يعني. جميل جميل، كان موجود. الحلقه هذه ربما يعني فيها قواعد عمليه ومضغوطه في وقت قصير جدا. كم كان مدتها؟ 10 دقائق تقريبا. اها جميل. هذا اقصى حلقه لك كانت 10 دقائق؟ لا اقصى حلقه 12 دقيقه. مره كذا انت زودتها بس شكله كان في خاطرك شيء كثير. لكن المعدل 7 دقائق 8 دقائق تقريبا. جميل. طيب حكم انه هذا هو طبيعه اليوتيوب وال وبعضهم ممكن يعتبر 12 دقيقه كمان شوي طويله يعني. نعم جدا صحيح. طيب خلينا نسالك عن هدف البرنامج، ايش يبغى الاستاذ احمد السيد من كامل الصوره؟ والله الهدف هو تصحيح المفاهيم. جميل. عند بعض أو كثير من الشباب اللي حصلت عندهم إشكاليات تجاه المسلمات الشرعية. الهدف تعزيز الثقة عند الشاب المسلم تجاه تراثه الإسلامي. جميل. تجاه التسلسل العلماء الكبير اللي والجهود اللي قدموها في خدمة الدين وفي خدمة العلم الشرعي. جميل. بمعنى أنه يثق أنه هذا المنتج الشرعي اللي يراه الآن هو منتج ليس عبثيا وليس
يعني اعتباطيا، وإنما شيء محكم وشيء مرتب وشيء جميل. يعني احنا عندنا مشكلة في عرض مثل هذا التاريخ والتراث وهذه القواعد والمسلمات للشباب بطريقة عصرية. بالضبط. يعني عندنا شيء موجود وموروث، لكن عندنا مشكلة في طريقة العرض. جاءت مبادرتك في طريقة العرض. نعم بالضبط. هو حصل إشكال إنه حصل اهتزاز في الثقة تجاه هذا التراث الكبير. جميل. والاهتزاز في الثقة هذا هو حقيقة يعني تكونت صورة غير صحيحة عن التراث. جميل. يعني ليس التراث لم يكن بها. جهلا به. بالضبط. جميل. وجاء أحمد يساهم في تقديم كامل الصورة. طيب خلينا كيف كانت البداية؟ يعني اللي يمكن اللي يرصد أول حلقة لك وآخر حلقة يشوف في نقلة نوعية في النواحي الفنية والمهنية. كيف انتقلت مراحل الانتقال هذه؟ والله هي البداية. أولا أنا ما عندي أي علاقة أو أي معرفة بقضية الإنتاج أو قضية الفيديو أو ما سبق أني صورت شيء قبل كده. جميل. وشعرت أنه في حاجة ماسة أنه لازم أقدم شيء. جميل. بمعنى أنه مشاركات كثيرة في الفيس في تويتر، يعني المشاركات هذه فيها تقديم لأشياء شرعية فيها ثغرات واضحة جدا. الثغرات هذه تحتاج سد، تحتاج تقدم شيء. جميل. بمعنى أنه يا ناس ترى القضية ما هي كذا، يعني أنت لما يعني توجه شك إلى قضية دينية ما هو بالطريقة هذه، ترى أنت عندك ثغرة واضحة جدا. جميل. الشاهد أنه كانت الحاجة أنه لازم أقدم شيء بأي طريقة. فكنت أسأل بعض من أعرف، يعني تعرف أحد يصور، تعرف أحد يمنتج. فواحد من الشباب دلني على شخص حتى ما كنت أعرفه، فقلت له أنا عندي فكرة بهذه الطريقة و يعني أحتاج أنه أصور مقطع قصير بهذه الطريقة. فقال لي خلاص والله ما في أي إعدادات، يعني اشترينا حتى الكبس حق الإضاءة هذا من محل السباكة 35 ريال، وشو اسمه الكروم الخضر هذه من المكتبة، وكانت في غرفة صغيرة ضيقة ولا متعود على الإلقاء أمام الكاميرا. لكن هو يعني كان شعور بالمسؤولية، ما هو قضية إنه بس أبغى أصور، لأنه لازم أقدم شيء. جميل. فهذه القضية يعني بدأت كذا. وأيضا الحلقات الأولى كانت بهذه الطريقة، يعني تغيروا الأصحاب واحد غير الثاني، لكن كلهم أصحاب وأصدقاء. تطورت إلى أنه جاءنا الموسم الثاني، دخلت مع مؤسسة إعلامية يعني كانت فيها نقلة كويسة. وبعد كذا أيضا رجعت الموضوع الأصدقاء، لكن يعني الخبرة في ناحية تطوير. جميل. طب ليش كامل الصورة؟ ليش أخذت هالاسم؟ يعني مع أنه ما له علاقة بالثوابت الشرعية ولا مثلا في قضية حتى الشباب، لما أي واحد يشوف كامل الصورة أظن أنه برنامج فني. برنامج يعني وهي هذه القضية كامل الصورة. لما زي ما قلت لك، لما ألاحظ النقد المسلمات الشرعية ألاحظ أنه في اجتزاء واضح، بمعنى أنه يجي ينقد من شيء من المسلمات الشرعية أو من القضايا الدينية بصورة ناقصة جدا، فأنا أحاول أقدم له كامل الصورة عن الموضوع اللي بيتكلم عنه. جميل. إنه ترى هذه القضية ما تتناول بهذه الصورة الجزئية. جميل. ترى في ما وراء الكواليس أو جميل. في ما وراء يعني هذه هي القاعدة الأساسية للبرنامج. هذه الفكرة. طيب إكمال الصورة. جميل. طيب كيف تختار المواضيع؟ المواضيع أنت تقدر، يعني إذا كان الإنسان مثلا له اهتمام شرعي أو له ثقافة شرعية يستطيع أنه لما يرصد الكتابات الشبابية أو الإفراز الشبابي يستطيع أنه يرصد أصول هذه المشاكل من فين تتولد. يعني أنا بدل ما أعالج قضية قضية أنا أستطيع أني أقول والله هذه الإشكالات في هذه المواضيع ترجع إلى هذا العنوان. جميل. فأعالج العنوان الأساسي، يعني مثلا قضية التسليم للنص الشرعي. جميل. عدم التسليم للنص الشرعي يولد الإشكالية الأولى والثانية والثالثة والرابعة اللي تتمثل في أشياء كثيرة. جميل. قضية مثلا السنة النبوية، السنة النبوية أصل في التشريع، يدخل في يعني في كل قضايا التشريع الإسلامي. جميل. في كل أبواب الدين، فاللي عنده مشكلة في السنة تلقى عنده مشكلة في أشياء كثيرة، سواء في أخبار آخر الزمان أو في بعض الحدود الشرعية أو في بعض، لأنها مبنية على السنة النبوية. فأنا أضطر أني أعالج قضية السنة. لما أجي أعالج قضية السنة ما تعالج في حلقة واحدة ولا تعالج من جانب واحد، تعالج من جوانب كثيرة، فهذا بيشكل مجموعة من الحلقات. جميل. وهذا يمكن يعني سياستك، يعني علاج الأصول للفروع الجزئيات، يعني تعالج القضية من أصلها حتى تحل أكثر من إشكالية، يعني ما تعالج جزئية واحدة. هذا الأساس. جميل. وإن كان عالجنا بعض الجزئيات. جميل. لأنه بعض الجزئيات محل جدل كبير فتحتاج. طيب في المقابل إقبال الشباب على هذه النوعية من البرامج كيف رصدته؟
والله رصدت عن طريق التعليقات. هذا طريقة رصدي، تعليقات سواء في تويتر أو في اليوتيوب نفسه أو في الفيسبوك. جميل. أو يعني بعض الأحيان في ملتقيات تلتقي مثلا في يعني ديوانية معينة أو في محاضرة أو في لقاء، فتأتيك ردود أفعال تجاه البرنامج. جميل. هل هذه ردود الأفعال تأثر عليك سلبا إيجابا، تقوم البرنامج، تصحح مثلا من بعض الأشياء؟ يمكن أنت ما تشوف كامل الصورة، كمان في واحد يمكن يشوف كامل الصورة بطريقة ثانية. والله كان لها دفعة قوية في إدراك أهمية البرنامج. يعني أنا أدركت أهمية البرنامج، جزء كبير من إدراك أهمية البرنامج عن طريق ردود الأفعال. جميل. يعني ردود أفعال كثيرة جدا أنه برنامج غطى حاجة مهمة وكان له أثر مهم. جميل. طيب خلينا نقول يعني كامل الصورة من وجهة نظر أحمد، هل يستشير فيها مشايخ علماء طلبة علم حتى يعرض هذه الصورة، ولا هي اجتهاد هو يراه بناء على يعني معرفته الشرعية فيقدمه؟ والله أنا بدأت ما شاورت أحد، يعني إلا يمكن بعض الوالدين يعني، أو لكن ما شاورت أحد معين يعني له معرفة شرعية، بحكم أني رأيت أنه الأشياء اللي تقدم واضحة مثالية. جميل. بعد كذا المواضيع اللي بتطرح استشير فيها. جميل. يعني مثلا أجمع مادة في موضوع معين استشير بعض المشايخ، أرسل لهم مثلا عبر البريد أنه في موضوع كذا، في هذه المحاور، في ملاحظة تقوم رأي، وكانت جينا ملاحظات جيدة يعني. جميل. أيضا بعض الزملاء لهم اهتمام شرعي. جميل. يعني أرسلهم في بعض المواضيع وكلهم نقد جيد. جميل. طيب خلينا نقول تصحيح المسار، هل كامل الصورة رأيت أنه مثلا في فئات من الشباب اقتنعت، غيرت، صححت الصورة؟ نعم. من خلال كامل الصورة. نعم. كيف رصدت هذا؟ التعليقات. نعم. أو كذلك بعض الشباب اللي هم لهم نفس الاهتمام بيقولوا لي، بيقول لي ترى مثلا والله عندنا مجموعة من الشباب المبتعثين مثلا أرسلنا لهم المقاطع وكان لها أثر جيد. جميل. هذه بتجيني كثير يعني. جميل. جميل جدا. هذا يعني خلينا نقول يقودك إلى الاستمرارية. كم حلقة لك الآن أنت قدم؟ 23 حلقة. 23 حلقة في قناة خاصة لك في اليوتيوب. جميل. هل تسلسل الموضوعات القادم واضح عندك ولا تنتظر ماذا يحدث؟ لا ما هو واضح عندي. ما في؟ لا من البداية ما كان عندي تسلسل موضوعات واضح. عندي إطار واضح. جميل. إطار عام. جميل. لكن تسلسل الموضوعات من 1 إلى 10 ما كان عندي. طيب خلينا نقول أقوى حلقة يوتيوبية قدمتها سوت ضجة، سوت دربكة، يعني تعرف عادة يعني عرض العمل على العقول تختلف العقول في التناول والنظر إليه، ففي بعض الحلقات نحن شفنا مثلا لأحمد في اليوتيوب في بعض الحلقات سوت شوية ضجة كذا، وممكن سيل من كمان يجيك سيل من الإيجابيات، سيل يعني من الانتقاد والسلبيات. إيش هي هذه الحلقة وإيش سبب الإثارة؟ والله من الحلقات الأحاديث والعقل كان فيها مجموعة من التعليقات الكبيرة، سجال شوي. أيوة، بحكم أنه ممكن قضية العقل أصلا يعني قضية ساخنة عند الشباب كثيرا. بشكل عام عدد من الحلقات، ما في حلقة واحدة هي الأبرز عندي في قضية الإثارة، لكن عدد من الحلقات فيها سجال كثير وتعليقات يعني. جميل. طيب أخيرا أنا أبغى يعني الرؤية الفنية، طيب برضو هذا تهم الشباب يعني المهتمين بالجوانب الفنية اللي يبغوا يخدموا أحمد في الرؤية الفنية، أو أنه أحمد عنده فكرة تطوير للبرنامج من الناحية الفنية، أو حتكون الموضوع بهذه الطريقة من كامل الصورة حتخليها بهذه الطريقة التقليدية؟ لا والله أنا أتمنى أني أطور نفسي فنيا كثير جدا. ما عندي وسيلة يعني واضحة أمامي، حاولت في أكثر من طريقة والحمد لله طورت يعني. جميل. لكن أطمح للتطوير بشكل أعلى، بشكل احترافي أعلى يعني. جميل. جميل. وإن شاء الله حيتواصلوا معك مجموعة من المهتمين بهذا الموضوع يطوروا الفكرة. كامل الصورة الأستاذ أحمد السيد، شكرا جزيلا لك. الله يحييك. الله يبارك فيك، سعداء جدا بك. أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عنقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء، كلنا فأل جميل
ووئام وسلام. انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.